بكل خير. صباح جميع الأخوة المستمعين، تحياتي لكل الأخوة المعلمين والمعلمات، صباح الوطن الجميل، صباح فلسطين الحبيبة. كل عام وأنتم بخير أستاذ محمد. وأنت اليوم بألف خير الله وجميع المعلمين يسعدك، والمعلمات ألف خير في الوطن. وأنتم دائما أبدا أملنا إن شاء الله بقيادة هذه الأجيال نحو التعليم الأفضل والأمثل بعيدا عن أي صعوبات. أمس كان قد صرح أمين عام اتحاد المعلمين إرزيقات بأن تعليق الدوام في المدارس مجرد تشويش، في حين تم الحديث عن اتفاقيات أجريت وأبرمت مع وزارة المالية والتربية والتعليم وبانتظار تطبيقها، وخاصة البعض ينتظر راتب هذا الشهر القادم ما بعد إن شاء الله انتظام العودة إلى المدارس. يعني نود أن تلخص لنا الوضع العام. يعني أخت وفاء، بداية بعيد التهنئة لأبناء الشعب وخاصة لإخواننا المعلمين والمعلمات أولياء الأمور وطلابنا، كل عام وأنتم بألف خير. تعقيبا على سؤالك واستفسارك، فأقول منذ يوم الخميس كان هناك تأكيد من وزارة المالية وتأكيد من الأخ الأمين العام بأن اتفاق شهر نيسان بتحويل العلاوة الإشرافية إلى طبيعة عمل قد تم تنفيذه في المالية ليصرف في راتب هذا الشهر بداية الدفعة. ثانيا هناك قضية أخرى وهي قضية الإداريين الذي تم إبرامه في شهر كانون ثاني شهر 1/2022، فالآن تم التنفيذ ماليا للإداريين من أصل إداري مديرية التربية والتعليم، كما تم تنفيذ ملفات 2019 في 305 ملفات علقة تم تعيينهم وتم إقرارهم ماليا. نعم. طب يعني لأي مدى بصراحة هنالك تخوفات من يعني عدم الالتزام بكل جزئيات الاتفاقيات؟ بمعنى يعني بعض الصفحات التي روجت ومنها ما يسمى بحراك المعلمين بموضوع الإضراب، يعني المعلم والأهالي خاصة الأهالي ممن يأخذون أو يستطيعوا أن يحصلوا على هذه المعلومات على الالتزام، هل هنالك كذلك الحال في شق آخر من السؤال، أي تعليمات في من يخالف موضوع الالتزام بالدوام للهيئات التدريسية؟ يعني في مخالفات مثلا كما كان سابقا تم الحديث عن خصم أيام، لكن هذه المرة هل هنالك إجراءات معينة؟ نعم يا أخت وفاء، أنا بداية هذا السؤال لا يوجه إلى الاتحاد، ما هي الإجراءات والمخالفات؟ نحن ليست جهة مشغلة، اتحاد معلمين هو جهة نقابية مطلبية. لكن هل وصلتكم يعني أي إجراءات في هذا الصدد؟ يعني ممكن سمعتم بأي إجراء يعني وأنتم تفكرون بها وبالتصرف حيالها؟ يعني أخت وفاء دعيني أكمل، أن وصاية لأحد على المعلمين، هناك ممثل شرعي وحيد هو اتحاد المعلمين. بالنسبة لاتحاد المعلمين يعني نحن نتابع الاتفاقيات وتنفيذها، وبالفعل تم التنفيذ، تبقى فقط أمر واحد أو اتفاق واحد وهو علاوة طبيعة العمل 15% التي ستنفذ في 1/1/2023. جميع الملفات الآن تم الانتهاء منها. بالنسبة للمعلمين، المعلمين هم أحرص على العملية التعليمية، هم الأوعى في تعليم أبناء هذا الجيل، الإضراب ليس غاية بل هو وسيلة. بالنسبة للصفحات التي تنشر إضراب أو ما إضراب، أنت يعني بتعرفوا أنتوا العالم الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي هي عالم افتراضي وليس حقيقي. هناك ممثل شرعي وحيد للمعلمين هو اتحاد المعلمين. أما أن يخرج البعض بصفحات وإضرابات فهذا ليس ثمن الأمر الذي يقع على اتحاد المعلمين. نحن الجهة الرسمية والشرعية في تمثيل المعلمين، هناك تنفيذ الاتفاق ونحن أعلنا موقفنا أن الاتفاقيات تم تنفيذها ماليا. ننتظر نزول الراتب. إذا كان هناك خلل فهناك اتحاد معلمين سيكون له رد الفعل. أنت أخت وفاء استضفتينا قبل أسبوع أو 10 أيام بالنسبة لتصريح اتحاد معلمين. صحيح. أنت تعلمي أن هناك أن تصريح لوزير المالية أنه لن يتم تنفيذ أي اتفاق أو توقيع اتفاقات جديدة. وليس هناك أي نقابة في هذا الوطن قد أصدرت موقف على هذه التصريحات إلى اتحاد معلمين. وبالفعل بعد تصريح اتحاد معلمين كان جلسة هناك مع الحكومة ممثلة وزير التعليم
استشار رئيس الوزراء وهيئه التقاعد ووزير الماليه، وتم الاتفاق والتنفيذ. ويوم الخميس كنا نحن في اجتماع الامانه العامه ومناسبة الفرح للاتحاد العام لتقييم الموقف، وبالفعل تم هناك تاكيد خلال الاجتماع واتصالات هاتفيه من الماليه ومن وزاره التموين ان جميع الاتفاقيات تنفذها ماليا. وهذا يستدعي ان نحن عندما يتم الاتفاق لن يكون هناك اي فعاليات على الارض. طب تقصدون بالتنفيذ في راتب هذا الشهر من اجل اي بالتأكيد بدء عام دراسي آمن، هل يعني هذا راتب كامل؟ ماذا عن المستحقات السابقة مثلا في مثل هذه الجزئية؟ يعني البعض يود أن يكون أكثر دقة في شرحها بصراحة. نعم أخت وفاء، يعني أود الحديث يعني أعقب على جزئية أن هناك ليس فقط هذا الاتفاق نفذ ماليا، هناك مستحقات للمعلمين خاصة بالمعلمين فقط، النشاط الحر والتعافي وتأليف المجلس تم صرفها خلال الفترة السابقة. أيضا بالنسبة للراتب أريد أن أتحدث عن الراتب، أن هناك اتحاد المعلمين كان هناك نسبة 80% من الراتب، ولكن بعد جهود يصرف 80% زائد مستحقات بمتوسط 96% لآخر 4 أشهر. ونحن الآن بالنسبة للراتب هو لا يخص المعلمين فقط، يخص جميع موظفي الحكومة. إذا هناك عقابي خصوص فنحن مستعدين للذهاب، ولكن أن يكون اتحاد المعلمين يبذل جهده وكافة جهوده بخصوص الراتب فهذا يضيع علينا ما يستحقه المعلمون فقط. هناك مستحقات للمعلمين فالأولى أن نتابعها فقط التي تخص المعلمين، وليس أن نتابع أمور تخص الشأن العام الموظفين العموميين جميعا. طب اجمالا نحن والكل أعتقد يتفق على هذه النقطة، نحن وأنتم كاتحاد وكذلك المعلم وأهالي الطلاب جميعا نتمنى ألا يحدث أي نوع من أنواع ربما الإضراب عن العمل، ونتمنى في ذات الوقت أن يتم إعطاء الحقوق لأهلها بالشكل المطلوب وتحقيق العدالة. يعني اسمحي لي أن أختم وأؤكد أن المعلمين والأخوة المعلمين والمعلمات في هذا الوطن هم الأحرص على العملية التعليمية، وهم نبذت هذا المجتمع وطنيا، وعندهم الوعي الكافي بأهمية العملية التعليمية لتعليم هذه الأجيال. ونحن نعرف مدى سلبية الإضراب على تعلم الأطفال والأجيال القادمة، فبالتالي معلمين هم الأحرص على العملية التعليمية والانتظام بها. كما أن المعلمون هم مقبولون على عام دراسي إن شاء الله سيكون آمن ومطمئن. رسالتنا إلى أولياء الأمور إن شاء الله ودعوتنا إلى الله أن يتم هذا العام الدراسي بدون أي معوقات، ليس فقط دعوات إلى الإضراب ولكن أيضا الظروف الصحية وما شابه ذلك. صحيح. أن يكون صحيح. هذا العام آمن ومستقر، يكفي ما فقدنا قبل خلال أزمة الكورونا وخلال السنوات الماضية من فاق التعليم لهذه الأجيال. أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات وعلى هذا الأسلوب الرائع كما العادة والمعتاد منك أستاذ محمد منازل أمين اتحاد المعلمين فرع طول الكرم. شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ محمد، وكل عام وإنت بألف خير، والهيئة التدريسية والأكاديمية وطلابنا. وعن جد اشتقنا أنه دائما نشوف مدارسنا مزدانة بالمعلم الرائع والمعلمة الرائعة وبطلابنا بهذا الضجة والإذاعة المدرسية الجميل الحلوة الصباحية، وكذلك بالحصص التدريسية اللي هي حق للطالب وواجب بالتأكيد، بالإضافة إلى دائما نأمل من الله أن تتحقق كافة المطالب وفق الأصول والمعمول. نواصل معكم في مشوارنا وسنبقى أطار التربوي، سنتحدث بعد قليل مع الأستاذ سائد قبل عام التربية والتعليم، مدير عام التربية والتعليم هنا في طول كرم، حول افتتاح العام الدراسي في طول كرم.